أعزائي المشاهدين، على هامش مؤتمر 18 للنساء والتوليد طب القصر العيني، يسعدنا ويشرفنا يكون معانا ومعكم دكتور محمد حامد خضر، أخصائي أمراض النساء والتوليد من مستشفى الشرطة بالعجوزة وعضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم. دكتور محمد، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، عايزين نتكلم أولا على فعاليات المؤتمر. والله هو مؤتمر قصر عيني مؤتمر بالنسبة لنا سنوي يكاد يكون عيد، يعني احنا ده أكبر مؤتمر تقريبا بالنسبة لأمراض النساء والتوليد يمكن في الشرق الأوسط، بنستناه كل شهر 3 في السنة، في تقريبا بنقابل جامعات مصر كلها موجودة معانا هنا الحمد لله، حتى بيبقى في يعني احتكاك بخبرات أجنبية من كذا دولة موجودين معانا الحمد لله النهاردة، أعتقد إن ده بيعمل إثراء لخبراتنا ومعلوماتنا كتير بالنسبة لأمراض النساء والتوليد. دكتور، اضطرابات بطانة الرحم ده شيء مزعج جدا للسيدات، وعايزين نعرف الناس ايه هو اضطرابات بطانة الرحم وكيفية العلاج منه. والله احنا مع الأسف في مصر من الدول اللي بتعاني من ما يكاد يكون وباء لانتشار السمنة ومرض السكر، نكاد يكون الدولة رقم 3 أو 4 على مستوى العالم في مشكلة السمنة. الأنسجة الدهنية في الجسم من الأنسجة النشطة هرمونيا، تحديدا هرمون الاستروجين بيفرز بنسبة عالية، وده بيعمل تنشيط غير محدود لبطانة الرحم، بينتج عنه أن بطانة الرحم دي بتنمو إلى درجات كبيرة قوي، بيحصل معاها نزيف، أحيانا دورة بتبقى لمدة طويلة، كمية دم كبيرة، نزيف ما بين الدورتين. يعني احنا عندنا نوعين على حسب الـ WHO من سنة 2014 للاضطرابات دي، بعضها بيكون معاه تغير في الخلايا نفسها وبعضها بدون هذا التغير، وده النوع يعني الأقل خطورة، بنشوفهم كتير قوي دلوقتي في عياداتنا نتيجة انتشار السمنة. الحمد لله ان العلاج ليهم في معظمه طبي، بنعتمد في الخطوة الأولى على حاجة اسمها دعامة هرمونية، حاجة شبه اللولب اللي الستات كلها عارفاه، وبتتركب حتى بنفس الطريقة بنفس النظام، تتميز ان فعاليتها عالية جدا، الأعراض الجانبية بتاعتها قليلة قوي، يعني العائق الوحيد قصادها هو السعر بتاعها اللي ممكن يكون مرتفع شوية. الخط التاني بالنسبة لنا في العلاج برضو دوائي، بنعتمد على هرمون البروجسترون لمدة ما بتقلش عن 6 شهور، مشكلته ان هو مدة علاج طويلة، متعب شوية للمعدة وبعض الأعراض الجانبية الأخرى، لكن كتكلفة وكسعر وده مهم في الوضع الاقتصادي بتاعنا دلوقتي يكاد يكون بسيط قوي. الخط الأخير بالنسبة لنا وده المزعج شوية هو استئصال الرحم والمبيضين، وده خبر بيبقى واقعه عنيف قوي او سنفس يعني. معلش في البدايه حابه بس اعرف ان اضطرابات بطانه الرحم ممكن تؤدي الى سرطان؟ ممكن. النوع الثاني اللي هو بطانه الرحم مع تغيرات في الخلايا ونواه الخليه، يعني يكاد في بعض الدراسات قالت بيوصل لنسبه 43% من بعض السيدات اللي اتعمل لهم استئصال الرحم بعد كده لقينا فيه سرطان رحم، فاحنا بنعتبرها حاله من الحالات اللي هي الانذار او حالات ما قبل السرطان، وعشان كده حتى يعني احنا في علاجنا ليها بنعتمد مباشره الحل الجراحي ان احنا نستأصل الرحم وقناتي فالوب والمبيضين معاها، لسبب كمان احنا كمان ممكن نلاقي في نفس الوقت ورم في المبيض، فبالنسبه لنا دي حاجه مقلقه قوي او حاجه خطيره، ومع الاسف هي سببها انتشار السمنه في مصر بالشكل الرهيب ده. دكتور محمد، الدكاتره دايما بتنصح السيدات بفحص نفسها عشان سرطان الثدي، ان نلحقه في بدايه مرحلته ما يوصلش لحاجات وحشه، فبيعملوا للسيدات طريقه معينه للفحص من خلال الصدر ان هم يعملوا عشان يكتشفوا اي حاجه لو في البدايه. طب بالنسبه لسرطان المبيض وسرطان الرحم، ايه الطرق ان احنا السيدات يقدروا يكتشفوها عشان يتجنبوا اي حاجه تحصل ليهم لا قدر الله وحشه؟ يعني هو السرطان بيعبر عن نفسه بدري في المعتاد بشكل نزيف او بشكل اضطرابات في الدوره، خصوصا في وقت ما بعد انقطاع الطمس. تشخيصه الى حد كبير سهل، ان احنا بناخد عينه من بطانه الرحم، لينا وسائل مختلفه
بتبدأ سهولتها من يعني نوع من القسطرة بندخله جوه تجويف الرحم، بناخد عينة من هذه الأنسجة وبنفحصها باثولوجيا، بتظهر الأعراض لما الورم ينتشر لأماكن تانية في الجسم أو يبدأ إن هو يضغط على الحالب مثلا، يعني يأثر على وظائف الكلى. في المعتاد بتجيلنا الست في مراحل شبه نهائية بالنسبة للورم المبيض، لكن الحمد لله إنه هو مش على هذه الدرجة من الانتشار في مصر إلى هذه اللحظة، الحمد لله. على عكس يمكن مشاكل الرحم اللي يعني أسبابها يمكن علاجها أو يمكن منعها، إن إحنا نغير اللايف ستايل بتاعنا، إن إحنا نحاول نحارب السمنة قدر الإمكان، ده هيقلل كتير من معدلات انتشار المشاكل بتاعت بطانة الرحم وبالتالي سرطان الرحم إن شاء الله. على هامش فعاليات مؤتمر النساء والتوليد القصر العيني 18 مع الدكتور أستاذ مساعد خالد عبد العزيز. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بسيادتك دكتور. المؤتمر يعني ما شاء الله جايب من كل أنحاء العالم، عايزين نتكلم على فعاليات المؤتمر. حقيقة احنا بنفخر قوي بالمؤتمر بتاعنا بتاع القصر العيني، هو من أقدم المؤتمرات الموجودة، ودايما بتقيس نجاح المؤتمر بإيه؟ بالناس اللي مشاركين فيه. احنا عندنا أكتر من 2000 ريجستري تقريبا، يعني حد مسجل إنه يحضر المؤتمر. عندنا جنسيات مختلفة على مستوى العالم، يعني ناس احنا بنسميهم يعني أكثر حد متخصص في المجال ده على مستوى العالم. الحمد لله دعناهم وهم جم، ولسه النهاردة حتى كان في لسه خارج من سيشن دلوقتي، كان فيها ناس من بريطانيا وناس من بلجيكا وفيجرز عالية على مستوى العالم، يعني بحس تخصصاتهم ده برضو بيني وبينك بيساعد شوية في اليومين دول على الجانب الوطني مثلا، ان كنا قبل كده مثلا ما ندعوهم يقول لك طب مصر مش امان وامان وكلام ده، دلوقتي احنا الحمد لله الدنيا ستيبل والناس بتيجي ومحدش بيكنسل حالاته، يعني الدنيا الحمد لله ماشيه بشكل كويس ان شاء الله. يا رب دايما تبقى مصر بلد الامن والامان ان شاء الله. دكتور عايزين نتكلم، امتى المريضه تلجا للحقن المجهري؟ طيب موضوع الحقن المجهري طبعا هو فيه تطور كتير جدا موجود دلوقتي، والطب دايما بيرتب العلاج من الابسط للاعقد، من الارخص للاغلى تماما. فموضوع الحقن المجهري ده بيعد اخر المطاف، يعني بعد ما المريضه مثلا تبع تبويض، تبع مساء اشعه بالصبغه او منظار او تلقيح صناعي او مثلا متابعه الهرمونات او حاجه زي كده، لو ثبت بحاجه من دول ان الحمل الطبيعي بيكون صعب، يعني مثلا واحد عندها انسداد في الانابيب خالص لما تكون مثلا مزويين تماما، يعني تمام، فدي مش هتحمى غير بحقن مجهري. تمام، تحاليل مثلا الزوج لو كانت اقل مثلا من 5 مليون، طبعا هنتكلم عن العدد التشوهات والكلام ده كبارامتر ثانيه او كمتغيرات ثانيه بنشوفها، لكن عامه لو العدد اقل من 5 مليون فبرضه بنلجأ لموضوع الحقن المجهري. بعض السيدات مثلا التي تعاني ضعف شديد في التبويض فاصبح الوقت مش في صالحنا، وان كل ما الوقت بيمر كل ما المخزون المادي بتاعها بيقل شويه، فده ايضا بيخلي الحقن المجهري بيكون حاجه مفيده ليهم. احيانا بتبقى حاجه اسمها عدم خصوبه غير مفسره، يعني ابص للزوج والزوجه الاقيهم كلهم ما عندهمش اي مشاكل خالص، فطبعا بيكون في مشاكل على مستوى الميكروسكوب بقى، يعني هنبص مثلا بنلاقي قشره البويضه مثلا سميكه، او الحقن المجهري مثلا مش قادر يخترق البويضه فيعمل حاجه زي كده، فساعتها برضو بنلجا للحقن المجهري. دكتور مدى نجاح عمليه الحقن المجهري بتبقى قد ايه، او بتبقى على حسب كل حاله والتانيه؟ اكيد طبعا تقييم الحاله بيبقى مهم جدا، يمكن اكتر عنصر بيحدد هذا الموضوع هو سن الام. كل ما سن الام بيزيد كل ما بتبقى نسب النجاح بتقل شويه. النسب العالميه تتراوح من مثلا 20-60% تقريبا، وحتى ممكن الاقي الام وكل حاجه كويسه، ومثلا بناخد هذه النطوف اللي هي الحيوانات المنويه او البويضات بناخدها من امين برضو، يعني انت ممكن تلاقي سيده جارتي او جاره حضرتك مثلا جوز الشهر ده وما حملش من اول شهر، وهي زي الفل هجيب 10 عيال بعد كده، طب اشمعنى ما حملش في الشهر ده؟ لان البويضه اللي طالعه في هذا الشهر هي عندها 400,000 بويضه، لو عندنا مثلا مصنع زبادي بيطلع 100,000 علبه زبادي مثلا مش هيطلع كلهم على فراسه، يعني تطلع واحده مشروخه واحده ناقصه والكلام ده. فسام تايمز بتبقى حتى محاوله الحقن المجهري ان لم تكن هناك عقبات يراها الطبيب من حيث مثلا التحليل ضعيف بتاع الزوج، او عدد البويضات اللي طلع ما كانش كويس، او جودتها ايضا مش كويسه، او سمك بطانه الرحم ما كانش كويس، تمام، ونعمل كل الخطوات بتاعتنا، وايضا ما يبقاش في توفيق يعني، بس دي ممكن تحمل من تاني مره تبقى او ثالث مره تبقى الدنيا اسهل بكتير.